وضمن برنامج تطوير الطرق في المناطق السياحية والاستثمارية، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير طرق العدلية مجمع 338 في محافظة العاصمة. وذكر المهندس سيد بدر العلوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق في الوزارة بأن المشروع سيخدم العديد من المحلات التجارية، مشيرا بأن أعمال التطوير في المشروع ستعطي شكلا جماليا ملائما لطبيعة المنطقة، كما سيتم إنشاء نظام لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى توفير كافة اللوحات والإرشادات المرورية وتخطيط الطرق وفق المعايير والمواصفات المعمول بها في المملكة. وبين علوي بأنه تم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية الأخرى والحصول على موافقتهم على أعمال التطوير، وذلك لتداخل أعمال المشروع مع شبكات خدمية، ما يستدعي تنفيذ أعمال الحماية أو الإزاحة تزامنا مع أعمال إنشاء الطرق.